السلام عليكم يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الوصفه زوينه من وصفات عيد الاضحى. وحتى الايام العاديين كنكم ديروها هي ندير واحد جيكم معمر. خليكم معايا حتى نشوفوا الطريقه والمقادير. مرحبا بكم معايا. دعوة بركة الله، كناخدو العنصر الرئيسي في هاد الوصفة. ناخدو واحد البخاخ، راح نجيبو سواء كان غنمي أو لا عنزي. كتشوفو هدا البخاخ ديال العنزي لي واحد جدي، تيكون الحجم ديالو صغير. دابا نحاول نحيدو العظام كامل، نحيدو غير داك ديال الرجل، كنحيدو العظام الوسطاني باش يتغلف. كنحتاج مع هاد الحشوة نحتاج الكلية، نحتاج الفولس حتى هما ديال العنزي، ولا اللي عندكم سواء عندكم كفتة أو لا تقدرو تعمروهم حتى بلاداند أو لا اللي موجود من أي مادة حيوانية شكون اللي بغيتو. ندوز مع بعضين حتى نشوف الطريقة. مرحبا بكم. كيف كتشوفو هاد الفولات كشرتهم، هما هاد الكليات كتقشر بسهولة، كتحيد ديك الجلدة اللي غليظة. صافي كنقطعو مربعات صغيرة باش كنعملو بيهم الجيكو. إن شاء الله تشوفو المقادير كاملة وتروحو. مرحبا بكم. وهذا الجيكو حيدتلو العظم، غير العظم الفوقاني، هاد التحتاني خليتو فيه. جيكو غير ديال خروف صغير. نزيدو نفتحو هاد اللحم مزيان، ها كنفتحوها باش نعمروها بالحشوة اللي غنوجدو مع بعضياتنا. خليكم معنا. ودابا نبداو نخدمو الحشوة مع بعضياتنا. عندنا هنا داك الفولات ديال الخروف مع الكلية، ندخلو عليها كمية من الربيع، نصبرو مع بنص. عندنا هنا الهريسة والثومة والبصلة، يبقى حسب ذوق الهريسه اللي كتفضلها. العطر اللي عندي هنا سكنجبير، الخرقوم، الكمون، التحميره، عطريه ديال الكباب، والملح، قليل من الابزار. صافي العطريه كامله غادي نديروها في هذه الحشوه هذه. بحال كمية ديال الزيت النباتية تقريبا جوج معالق كبار. كنحتاجو الفطر المأكول، هدا كنقطعو، كنشحرو شوية بالملح و الزيت، كنضيفو الخليط. عندي هنا جوج معالق ديال الروز مسلوقين نص سلقة. صافي دابا غادي نخلطو هاد الحشوة كاملة باش نعمرو بيها. هاد الحشوة كل واحد يبغى شنو يدير فيها، بغا يدير فيها الكفتة، يزيد فيها زيت مقطع غير محضرش عندي. وكتبقى كمية الحشوة على حسب الحجم ديال الجيكو اللي عندكم. عندي جيكو صغير، عندي كمية غير هكا. صافي تخلط مزيان غادي نعمر بيها. كيف كتشوفو هذا بعد ما حيدتلو العظم، اللحم كنفتحوها كاملة. وهاد البلاصة كندخلو فيها المسكن في صحيفة تعمر مزيان، أي بلاصة ديال اللحم قاصحة كتفتح باش كتدخل فيها الحشوة، نتاهو كياخد حقو من العطرية. دابا غنبدا نعمر. صافي كنبدا نحط الحشوة، نحاول ما امكن ندخل الحشوة في كل مكان الفراغ. انا نخلي حتى نكمل ونرجع لكم، كنصور بيد وحدة وكنخدم بيد وحدة حتى نكمل الحشوة ديالو ونرجع مع بعضياتنا. خليكم معايا. كيف كتشوفو من بعد ما عمرتو مزيان دخلت الحشوة في جميع الجناب ديال الجيكو، صافي كنجمع هاد الجوانب ديالو
وكنحاولوا نخيطوهم ونلوع عليه الخيط كامل نتلاقاو بعدا نخيطو. هاو بعد ما خيطنا هذا الشيكو دابا غادي ناخذ الخيط وغنلوي عليه كامل نلوي عليه باش ما يتفتحش مره نبقى نشكر الكيردون باش يخرج الماء اللي فيه باش يبقى ما يطرطقش. دابا غنديروه في الكسكاس باش يتفور. كل واحد الطريقه اللي بغى يطيبو فيه، يتفور في الكسكاس يتحط في الكوكوط مع شويه د الماء حتى يطيب، من بعد غندخلوه الفرن باش يتحمر. خليكم معايا صافي. من بعد ما لويت عليه الخيط مزيان زيرتو تقدرتو في الكسكاس باش يتفور، خلوه يطيب على الماء حتى يطيب مزيان ونتلاقاو. كيف كتشوفوا ها هو اللحمه طايبه كتقصقها طايبه صافي كتحيدوها وكتحيدوا هذا الخيط كاع غنحيدو. من بعد غندهنوا بشويه السمن حار وندخلوه للفران نتلاقاو من بعد. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الجيكو كيتقطع. بعد ما حيدنا الخيط كامل كيتقطع دوائر كيتقدم مع السلطه ولا مع كباب والشاي. هذه وصفه مغربيه نتمنى انها تعجبكم وتعجبكم. مرحبا بكم دائما معايا في قناتي الحادقه الشماليه. شكرا لتتبعكم.